فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرء إذا خشي من أخيه العين أن يقول له برك أو قل ما شاء الله تبارك الله؟ إيش؟ هل يجوز للمرء إذا خشي من أخيه أن يصيبه بعين أن يقول له برك أو قل ما شاء الله تبارك الله؟ لا، مجرد الخشية، ما إذا سمع منه كلاما، إذا سمع منه كلاما فيه نوع إشكال فإنه يطلب منه ذلك، أما مجرد أنه لا يطلب منه شيئا. نعم.